نتكلم على رمضان وأجواء رمضان وانت صغير بقى، كان رمضان ده بالنسبة لك ايه؟ كنت بتقعد تستناه؟ طبعا اكيد زمان كمان كان رمضان مختلف، ويمكن انا من الناس، انا مساكن في شبرا، فشبرا الاجواء في شبرا بتبقى لا ده حلوه شبرا جدا. بقى، ده رمضان ودورات رمضان طبعا وحاجات كتيره. كنت بتشارك بقى من وانت طبعا صغير في طبعا الدورات الرمضانية؟ لحد ما لعبت دوري ممتاز كنت بلعب. أول دورة رمضانية بقى شاركت فيها؟ اول دوره رمضانيه يمكن بحكم ان انا كنت صغير شويه، فكانت في مدرسه عندنا في شبرا يعني. تعرف الدورات الرمضانية دايما بيقعدوا يعملوا جدول صح؟ طبعا 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 ويقولوا مين هيلعب مين. طبعا احكي لي بقى بتبقى طبعا عاملة ازاي وبتنتهي بإيه لا في الآخر؟ طبعا الواحد بيبقى كان بيستنى رمضان بسبب الدورات الرمضانية. حتى لما ما كنتش بشارك كنت صغير شوية كنت بروح اتفرج كنت بتشوف وقتها الجوائز مثلا كانت بتبقى عبارة عن ايه؟ طبعا كؤوس وممكن ترنجات وممكن تيشرتات كورة حاجات كده. وانت بقى عمرك يعني لعبت في دورة رمضانية واخدت مكسب منها؟ كتير لا احكي لي بقى كتير. اخدت ايه بالظبط؟ لا يمكن الفترة اللي هي وانا في العشرينات يعني او 19 سنة كنت رحت منتخب مصر، فكان معايا فرقة جامدة جدا في منتخب مصر وكنا اصحاب جدا تقريبا ما بنسيبش بعض. فكان رمضان بالنسبة لنا ما فيش دورة في مصر ما كناش بناخدها. كابتن يعني تامر تامر اسماعيل اسماعيل صح طبعا والجيل ده؟ وسيد عبد النعيم وعادل فتحي وجهاد عرفة ومش عايز انسى حد وخالد محمود، كنا جامدين جدا. وكنا اي دورة رمضانية معروفة او مشهورة في مصر كان معروف ان احنا بندخل ناخدها بحكم بتكسب ان ايه هي بقى؟ لعبتنا يعني. كسبت ايه بقى؟ ايه لا كتير احلى مش حاجة، فاكر احلى حاجات. حاجة مثلا فاكرها كسبتها بالذات اكبر وبالذات في وانت وقتها صغير؟ يعني اكبر جايزة كنا في دورة في الجزيرة سبورتنج تقريبا خدنا 80,000 جنيه او حاجة كده، وكان تمانية. وقتها مبلغ بس كبير. انت بتتكلم دلوقتي دي الدورات الرمضانية الكبيرة. لا عارف اقصد الدورات الرمضانية اللي انتوا بتعملها ما بين يمكن قبائل اول دورة صحابك. خدتها وانا صغير كانت في مركز شباب رود الفرج مع اصحابي في المدرسة، كنا في ثانوي ساعتها، وتقريبا خدنا ترنجات. ترنجات لسه عندك الترنج ده لا ولا؟ طبعا اكيد لا. ده من زمان جدا بس كنت سعيد جدا يعني وقت